أكد سفير الأردن بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضيلة، أكد أن التشكيك بعمل وكالة الأونروا لا يمكن أن يتم مقابلته بالصوت. وأوضح العضيلة أن وجود الأونروا وعملها هو حق للاجئين. فوجود الأونروا وعملها هو حق للاجئين الذين يتم تعريفهم من قبل الأمم المتحدة، لا من قبل قواميس دولة الاحتلال التي تخلو من كل ما هو إنساني وليس في صفحات تاريخها سوى الاعتداءات والحروب والقتل والتشريد. إن المجتمع الدولي يدرك أن من يحفظ للاجئين الأطفال في فلسطين حقهم في الغذاء والمأوى والتعليم والصحة والأمل على مدار 70 عاما من الحرمان هو الأونروا، وأن من قدم التضحيات وفقد 237 من موظفيها على يد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الحرب على غزة هي الأونروا.